تميم، حدثنا بالتفصيل عن ما حدث مع الملقبة أم اللول، هل هناك تفصيل حول هذا الموضوع؟ بصراحة عملت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بمسافة واحدة من الجميع. نعم. وملف مكافحة المخدرات حسب توجيهات معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير شمري هو خط أحمر بعيدا عن المجاملات. أي متورط بجريمة المخدرات سواء كان رجل أمن، سواء كان رجل جيش، سواء كان مدرس، دكتور، طالب مدرسة، أي شخص متورط بجريمة المخدرات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول. فيما يتعلق بالمدعوة أم اللول، خلال عام 2023 عملت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على تنفيذ عمليات أمنية استخبارية دقيقة، ومن ضمن تلك العمليات الأمنية الاستخبارية الدقيقة هو إلقاء القبض على أحد المتهمين المتورطين بتجارة المواد المخدرة والذي لديه مراكز خاصة بالتجميل والوشم في محافظة أربيل ومحافظة بغداد. نعم. وبموجب مذكرة قبض قضائية تم نصب كمين محكم لهذا المتهم، وضبط متلبس بالجرم المشهود بحيازة المواد المخدرة مادة الكريستال المخدرة. تم إجراء التحقيق الأصولي بحقه بإشراف القضاء، واعترف بتجارة المواد المخدرة، وكان يحمل معه هوية أحوال مدنية وجواز سفر يعودان إلى المتهمة هديل، واعترف بقيامها بنقل المواد المخدرة من محافظة أربيل ومحافظة إلى محافظة بغداد عامي 2021-2022. بناء على اعترافات المتهم أصدرت المحكمة المختصة مذكرة قبض بحق المدعوة هديل. نعم. وفق أحكام المادة 28 مخدرات. نعم. المتهم تم إصدار الحكم بحقه بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة 28. هذه المتهمة تم إيداعها في دائرة الإصلاح العراقية التابعة إلى وزارة العدل في سجن النساء. هناك حاسبة لبيان المطلوبية، عندما يتم إكمال الحكم سواء كان رجل أو امرأة يتم تدقيق أي اسم في حاسبة المطلوبين. ورد اسم المتهمة هديل ضمن حاسبة المطلوبين إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بناء على مذكرة القبض الصادرة بحقها نتيجة اعتراف المتهم الذي ضبط بالجرم المشهود متلبس بحيازة مادة الكريستال المخدرة للمتاجرة بها. نعم. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أجرت تحقيقاتها الأصولية مع المتهمة هديل الملقبة أم اللول، اعترفت بجريمتها، تم عرضها أمام انظار السيد قاضي التحقيق المختص بملف شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اعترفت صراحة أمام انظار قاضي التحقيق المختص بملف شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. المحكمة المختصة أحالت المتهمة إلى محكمة الموضوع. محكمة الموضوع هي المحكمة المختصة بمناقشة الأدلة وإصدار الحكم. محكمة الموضوع المختصة أصدرت الحكم بالسجن المؤبد بحق المدعوة هديل أم اللول وفق أحكام المادة 28 مخدرات.